كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بالصحة والسلامة. أهلا بحضرتك معنا، وعايزين نستعيد الذكريات سيادة اللواء ونتكلم أكتر على المعاهدة ونتكلم على المفاوضات والمراحل اللي مرينا بيها إلى أن وصلنا إن إحنا استردينا سينا مرة تانية. المحمة بدأت يعني طبعا بعد معركة 67 أو نصف 67 اللي معرفش فيها الجيش المصري، خدت مصر ملحمة في حرب الاستنزاف، استدعتها طبعا حرب اكتوبر المجيده، وكان لازم يكون هناك نص عسكري يبقى من خلاله يبقى متفاوض على الارض الصلبه وعن اطلاق القوه. كان زي الاستاذ الرئيس رحمه الله عليه بطل زعيم محمد انور السادات الاسرائيلي بدايه لتجهيز الاعداد لمعاهده السلام او تفخيص كامب ديفيد. في البدايه تم استقلال التصفيتين عندما كامب ديفيد واحد كامب ديفيد اثنين، ثم انتقلنا الى مرحله معاهده السلام اللي تم تنفيذها وتطبيقها بإطلاء سيناء بعد ما تقسمها الى ثلاث اجزاء، الف وب وج، الف لقوات مسلحه مصريه كامله، ب لقوات حرس الحدود وقوات بعض عناصر الشرطه المدنيه، ج للشرطه المدنيه المنفصله دي كسياده، والدرجات دي في منطقه تبع اسرائيل منزله السلاح ومنزله القوات في داخل اسرائيل عمقها 5 كيلو. دي كانت تقسيم سيناء، وده الاتفاق اللي تم عليه 25 يناير 25 ابريل 82. ثم تبقى جزء بسيط في طابه، الجزء ده كان تحت النزاع الحكومي او المحاكم الدوليه، وكانت نتيجته ملحمه دبلوماسيه سياسيه جغرافيه تاريخيه عاليه وكبيره جدا، كانت حاجه انتصرت فيها مصر وحققت النجاح، ورجعت مصر القياده كامله لمصر على اساس اراضيها وعلى كل اراضيها تماما. دي المراحل اللي تمت واللي كان من النهايه وصلنا الى تعريف ما، ثم اكتساب ما مره اخرى من خلال الارهاب. الارهاب اللي كان بيقود التنميه اللي يفرض محددات كبيره جدا في عرب السياق، ولكن لم تقبل او ما صح لم يثنينا او يثني علمنا هذا الارهاب على ان احنا نحقق نجاحات. كانت النجاحات بدايه من بعد 2011 واللي استشرى فيها الارهاب بطريقه كبيره جدا في سيناء نتيجه انهيار الامن اللي تعرضت فيه الدوله للمستهدف ده. النتيجه بعد ذلك وصلنا الى مرحله 2014 وكان ده نصر واحد ونصر اثنين، ونزل تولي رئيس عبد الفتاح السيسي، ثم 2016 بدات عمليات حق الشهيد واحد واثنين وثلاثه واربعه، ثم 2018 العمليه كامل شامله سيناء 2018، وما استبدعها من اجراءات لتحديد شكل الارهاب ومحاوله محدده للسنوات هذه الطويله. يمكن حضرتك سياده اللواء ذكرت الموضوع بشكل بسيط وسلس ويبان ان هو بسيط في جمله بتنتهي، لكن طبعا ده كان جهد كبير وفترات طويله وتحديات كبيره مرت يعني على كل المصريين وعلى اهل سيناء تحديدا. لكن لو هنتكلم على هذه البقعه، ليه دايما كانت جاذبه جدا لفكره الاستعمار او الاحتلال او حتى كمان لوجود الارهاب؟ هي مصنع رساله من البوابه الرئيسيه البوابه الشرقيه لجمهوريه مصر العربيه. سيناء تعتبر ذات اهميه استراتيجيه خاصه لمكانتها سواء كانت دينيه او ايضا اقتصاديه او اجتماعيه او سياحيه، لها مكانه كبيره جدا فيما. بالتالي لما سيناء يكون فيها هذا الكلام وهذا الكم وهذا هذا الجزء الكبير جدا، نقدر نقول ونتوقع ان لازم تكون مصنع بوابه الدخول الرئيسيه لكل جهاز من الدوله المصريه. يمكن السيد الرئيس اعرض هذا الكلام في الكلمات اللي القاها اليوم في اطار الاحتفال بذكرى ال 41 لتحرير سيناء، واكد على ان طبعا على مدار التاريخ سيناء مصنع، وهي البوابه الرئيسيه اللي كل الجزء الرئيس باتجاه السودان الشمالي الشرقي، لان ده الجزء الباب الوحيد اللي ما بيننا وما بين الجانب الاخر. كانت العادات على مدار التاريخ يعني كان من ايام الجاسوس ومثلهم من كثير من الغزاة الى ان وصلنا الى الطريق في المرحله الاخيره، ولكن الحمد لله يعني بتكتب الجهود وتذكرها قدرنا نقضي على محددات التنميه والراحل، وبدانا في استراتيجيه شامله للقضاء على الارهاب والقضاء على محددات هذه التنميه. تمثلت هذه الاستراتيجيه اللي وقفت من ثلاث محاور، المحور الرئيسي اولي والمحور الامني، والاجراءات اللي قلناها فيها كان من عمليات عسكريه مختلفه اودت بشكل الارهاب وقطعت على شفاته، ومن جهه بقى ثانيه جت منابع التمويل، وبالتالي تحدد الاعمال الارهابيه والاعمال مسؤوليه سيناء في هذا التوقيت. ثم بعد ذلك نقلها الجزء الثاني كان في الشق التنموي، وحضرتك تعلم وشفنا كلنا يعني ما يخصص 700 مليار
جميل جدا تفوز وتنفيذ كده يتفعل هذا الكلام ونحقق وضريه العين في اطار الانفاق اللي اتنفذت والكلام اللي اتعملت وتتعين او تتفى، ثم بعد ذلك بتبص على الطرق وشفتها 2250 كيلو متر طرق، اللي شارع عمود داخل سيناء، ال 22 محطه ميه في شمال سيناء، في لجنه الجنوب، وفرص البطاقه 50 تجمع بدوي، فكره ال المزارع السمكيه والمزارع الاراضي الزراعيه، المشروعات الكبرى اللي بيتم اقامتها داخل سينا حاليا والمجتمعات السكنيه كمان، والحقيقه يعني تنميه شامله شايفينها بتحصل داخل